مانجي داني وكاغوري، قبيلتان من المحاربين يعيشون على أطراف ممتلكات الإمبراطورية. انتهت الحرب لكن العداء لا يزال، وهناك كان أول لقاء بين اثنين منهم، جينوسكي حفيد زعيم مانجي داني. وأوبورو حفيدة الزعيمة في جاغوري. جينوسكي وأوبورو شاب وفتاة من آخر قبائل الشينوبي. جينوسكي، لا بد من نهاية لهذا العداء. أوبورو، لنعمل معا لكي ننهي هذا العداء المستحكم.
ماذا قلت أيها الوزير؟ مانجيداني وكاغاوا؟ أجل سيدي الإمبراطور، وانجد هو زعيم مانجيداني وأوجين زعيمة كاغوري، قبيلتان من آخر قبائل شينوبي القديمة. صعب على حراسنا أن يصلوا إلى حيث يعيش أفراد القبيلتين، هم أناس أقوياء جدا، ورثوا عن أجدادهم فنون قتال النينجا، يتميزون بالسرعة والمهارات الغريبة. صحيح أنهم لم يفكروا في مهاجمة جنودنا، ولكن قوتهم خطيرة جدا على أمن الإمبراطورية. الشينوبي يشكلون خطرا علينا؟ هذا كلام قائد الجيش هانزو هاتوري يا سيدي، لطالما أخبرني عن خوفه من هجوم مفاجئ يشنه رجال الشينوبي. هل تذكر سيدي ما حدثك به والدك من قبل؟ هو أيضا كان يخشى من هؤلاء أسلاف جنود الشينوبي. مر وقت طويل ولم يتغيروا، كل التقارير تؤكد ذلك، هم مصدر خطر. لا أحد هنا ينكر على أن أجدادهم وقعوا على معاهدة دعاهم إليها والدك، وقعوا عليها جميعا، ورد فيها ألا يفكروا في الاقتراب من الإمبراطورية وألا يهددوا أمنها، حتى أن حروف المعاهدة نقشت على صخرة ووضعت هناك عند الحدود الفاصلة بين القبيلتين. ولكن من يدري، ربما كانوا في انتظار الوقت المناسب. هذا ما لدي سيدي، والقرار لكم. أمن البلاد كان أعظم إنجازات والدي، وأنا عشت حياتي مدافعا عن هذا الأمن، ولن أسمح لأحد بأن يهدد هدوء بلادي. ابحثي الأمر مع قائد الجيش. فكرت في الأمر، ما من سبب يمنعنا من إخبارهم؟ لن يوافق. لا أظن، فقد انتهى زمن الحرب. سمعت أن جدتي قد استدعيت إلى قلعة الإمبراطور بطلب من هاتوري قائد الجيش. وكذلك جدي. ما رأيك؟ أليس هناك ما هو أهم؟ لم يحن الوقت. لا أؤيدك، ثقي بي يا عبارو. جينوسكي، جدك يقود قبيلة مانجيداني، وجدتي زعيمة كاغوري، هل نسيت؟ لم أنسى. مانجيداني وكاغوري بينهما عداء موروث، لا أنكر ذلك. كيف تريد من الزعيمين أن يوافقا على خطبتنا وقد عاش أجدادنا في حال حرب؟ صحيح أنهم وقعوا على معاهدة السلام، ولكن الكره دفين. أنت وأنا سنطوي صفحة الماضي. جينوسكي، الأفضل ألا نتسرع، ربما وافقت جدتي وقد لا يعترض جدك. صحيح أنهما الزعيمان، ولكن هناك أناس آخرون في القبيلتين. تعلم أكثر من غيرك أن لبعضهم قلوبا ميتة. لا يا جينوسكي، أحس بصوت داخلي يقول إن الموافقة على خطبتنا أبعد من النجوم. أبورا، سأخبر جدي عندما يعود من قلعة الإمبراطور، وأنت ستفعلين ذلك. خذي هذا. هو هدية من أمي. أوصتني أن أهديه إلى زوجتي،
أنت مصر إذن؟ هذا أكيد، أنا متفائل بالمستقبل. هياتي، أنت أول المدعوين. جينوسكي، لطالما شعرت باليأس لأنني أنتمي إلى أناس سكنتهم أحزان الماضي، ولكن كلامك اليوم أسعدني. بدأت أحس بأن أيامنا القادمة فيها سعادة حلمت بها. ساعدني حتى لا تبقى السعادة حلما صعب المنال. أوبورو، أعدك بأن أبذل كل ما في وسعي ليعود أبناء قبيلتنا قبيلة واحدة. نحن أسرة واحدة، ولكن العناد فرقنا، فلنعمل معا لطرد أسباب الكراهية إلى الأبد. تذكر صغار القريتين، أي ذنب ارتكبوه ليعيشوا عيشة يهددها الخطر في كل لحظة. أوبورو، إلى لقاء قريب. أرجو ألا يطول غياب جدتي، لابد أن أخبرها. لا، لست خائفة، كلما داهمني الخوف أعود إلى كلماتك لأسلح نفسي بالشجاعة. جينوسكي، ميادين القتال لابد أن تتحول إلى حقول ننعم بخيراتها. بدأت أشعر بأنني مثل هياتي، لي جناحان يحملان جسدي إلى الغيوم. لا أستطيع إخفاء شعوري بالقلق. أرجو ألا يصيب جدك دانجو مكروه. لا أمان في قلعة الإمبراطور. أصغيا إلي جيدا، حان الوقت لاستعراض القوة. قبيلة مانجيداني أولا. هل تأذن لي بالقضاء على منافسي؟ فليكن لك ما طلبت إن دعت الحاجة إلى ذلك. Oh, my God.
ثانيا كاغوري. هذه طلباتك. تفضل سيدي الوزير. إذن فأنت ترغب في الحفاظ على سلام البلاد. ألم تجد حلاً آخر؟ لا يا سيدي، أنتما مصدر القوة، لكنكما خائفان من آخر قبائل الشينوبي. يا جيو وهانزو، اعلما أن هذا المطلب سيزهق أرواحاً كثيرة. تعدان أفراد قبيلة الشينوبي خطراً يهدد السلام. سأنقل هذا المطلب إلى سيد الإمبراطور، وما علينا إلا تنفيذ ما يأمر به. يمكنكما الانصراف. ارفعا رأسيكما واصغيا لكلامي. سيدة أوجين زعيمة قرية كاغوري، والسيد دانجو زعيم قرية مانجيداني. لقد شاهد الإمبراطور ما قدمتموه في ساحة هذه القلعة، وقد أعجبه ما شاهده. وما دمت وزير الدفاع في هذه الإمبراطورية، حملني قراره. إليكما نص القرار. وافقنا نحن الإمبراطورة على ضم فرد جديد إلى قلعتنا، فرد واحد ليس غير، فرد سيمثل آخر قبائل الشينوبي، مهمته الاشتراك في صنع القرارات المصيرية. كيف سيتم الاختيار؟
سيكتب كل منكما أسماء 5 من أقوى المقاتلين في قريته. هذه أول خطوة في مسألة الاختبار. ثاني خطوة، سيلتقي هؤلاء المقاتلون في معركة، ومن يبقى حيا سيكون له شرف تمثيل القرية، وهنا في هذه القلعة. المعركة مصيرية. أوجين، اختاري قائدا للمجموعة، مقاتلا يستحق أن يحمل لقب قائد في هذه المعركة الحاسمة. دانجو، أنت أيضا ستعين قائدا، فليكن اختيارك دقيقا. كلاكما تعلمان دور القائد في المواجهات الصعبة. وأخيرا أمهلكما مدة 2، وفي صباح اليوم 3 تنطلق المواجهة. الشرف، فلتكن هذه الكلمة شعارا في المعركة. استدعي الجميع. مرحبا بك جدتي. مستعدون سيدي. بعد 2 عند الفجر 5 من أقوى المقاتلين في كاغوري. أجل، 5 من أقوى أقوياء مانجيداني سيشتبكون في معركة لا توازن بين طرفيها. هذا أمر أصدره اليوم إمبراطور بلادنا. سمعت، الحرب وشيكة. حرب ضد مانجيداني. سيدي، من هؤلاء الخمسة؟ إليكم الآن أسماء مقاتلينا. أولا، مورغا هيوما. ياكوشيجي تنزن. تشوكوما كوشيرو. ياشامارو. كاغيرو. مينو نينكي. كيساراجي سايمون. أوتاروبي. قائدهم جينوسكي. قائد المجموعة حفيدة أوبورو. مصير القرية كلها رهن قوتكم. أوبورو، أعتمد عليك. أنيسا أوبورو، أنت القائدة منذ الآن، مرينا وما علينا سوى تنفيذ أوامرك. جينوسكي، فكر مليا يا جدي. لماذا فرضوا علينا المواجهة؟ هكذا نحن بالقوة لا نستطيع العيش من دون الحرب. هي فرصة نادرة. فوزوا لتنتزعوا اعتراف القلعة بأنكم من سكان الإمبراطورية. هذا ما لدي. استعدوا للحرب.
تلك النظرة. أعرف أن حفيدتي ليست بارعة في استخدام السيف وحركاتها ليست رشيقة، لكنها تملك سلاحا لا يقاوم. عيناك يا أبورو ستهزمان أقوى الأقوياء. فليكن قلبك أقصى من الحجر، هكذا تستطيعين الفوز. كوني حذرة، جنود مانجيدان يطلبون النصر أيضا ويجب ألا ينالوه. أنت الآن زعيمة كاغوري وأنا انتهى دوري. أوجين، ظننت أنك لن تأتي. هل أنت مستعد لتنفيذ اتفاقنا؟ لا خيار عندي، إنه الحل الوحيد لدفعهم إلى المواجهة من دون تردد. لم يبق سوى ساعات. أعلم، حرب مجنونة يجب ألا تندلع نارها، ولكني لا أعرف كيف أمنعها. صرت الآن زعيمة قريتي، سأتهم بالخيانة إن خالفت أوامر جدتي. هذا قرار. لست وحدي هناك، فالجميع موافقون على المواجهة، ولن ينسوا أن جدتي أمرت بذلك. لا أدري ماذا أفعل. أرفض. ليتني أستطيع يا جينوسكي. أتذكر حينما قلت والدموع تغلبني إن لقاءنا أبعد إلينا من النجوم؟ نحن الآن عدوان. أرجوك يا أوبورو، أنت زعيمة القرية ويمكنك إصدار الأمر برفض شن الحرب، وأنا سأقوم بذلك أيضا. مستحيل، كلامك يعني أننا سنرفض أمر الإمبراطور. سنقدم إليهم بذلك سبباً لشن الهجوم على قريتنا. جينوسكي، ابقى إلى جانبي أرجوك. ها قد عاد. سيدي، كلنا في انتظار عودتك. واجه جدك زعيمة كاغوري، لم يخبرنا عن ذلك، أرادها آخر مواجهة له. لماذا يا جدي؟ ما الذي جنيته؟
فقدت حياتك لتنفذ أوامرهم. صرت الزعيم. استعدوا الآن للرحيل. سنرحل الآن إلى القلعة. سأوقف هذا القتال. استعدوا. ماذا قلت؟ كما سمعت، لن أدفع بقبيلتي إلى حرب مجنونة. لا رغبة لي في مواجهة جنود كاغوري. سيدي جينوسكي، تذكر أن الحرب كانت بأمر من الإمبراطور نفسه، ونحن لا نجد شيئا سوى القتال. لا قيمة لنا من دون معارك. لكنها معارك بلا أهداف، معارك بين قبيلتين أختين. هل ستنسى هذه الجثة؟ جراح جدك لها صوت يصم مسامعنا. أنا ذاهب إلى القلعة، اتبعوني. أنا الزعيم الآن. هيا. هكذا نحن بالقوة، لا نستطيع العيش من دون الحرب. هي فرصة نادرة، فوزوا لتنتزعوا اعتراف القلعة بأنكم من سكان الإمبراطورية. هذا ما لدي. استعدوا للحرب. رسالة من جينوسكي: اعلموا أنني خرجت الآن من القرية على رأس مجموعة المقاتلين كما أراد جدي قبل رحيله، ولكنني لا أعدكم أعداء لي. أنا ذاهب إلى الإمبراطور لأعلم هدف هذه الحرب المجنونة، وإن كنتم مصرين على المواجهة فاتبعوني، وإن اندلعت الحرب فلن يشترك أحد فيها سوى الذين دونت أسماؤهم على القائمة. أما أفراد القبيلتين فعليهم أن ينسوا العداء فيما بينهم. جينوسكي الزعيم الجديد لقبيلة مانجيداني. أنيسا أوبورو، أنت الزعيمة، مرينا حتى ننفذ. ننتظر أوامرك الآن. سوف نتبعهم. استعدوا الآن للرحيل. أسمعتم أمر الزعيمة؟ نفذوا الأمر بسرعة. أوبورو، أنا متفائل بالمستقبل.
قرر جنود كاغوري اللحاق بنا. أعلم. وهل سمعت أن قائدتهم فتاة شابة اسمها أوبورو؟ وأين هم الآن؟ لم يفلح جاسوسنا في مراقبتهم، ولكنه قال إنهم انفصلوا، وبحسب هذه البوصلة لا شك في أنهم اختاروا الجهة الشمالية. مورغا، أصحيح أن بينهم مقاتلا يسابق الريح؟ أنا من منجداني، واسمي كوشيرو. أنا من كاغوري يا شامارو. الخصوم من شراكها كأنها أفعى تخفي تحت لسانها سما تنفثه متى أرادت، وها هو ذا أول جنودهم يستعد للرحيل. سيدي أنا ذاهب الآن، لا تمنعني، لابد من مفاجأتهم. مورغا، لا أستطيع انتظار وصولهم إلينا، أرجوك سيد جينوسكي، لا أحب أن أموت بطعنة غادرة. مورغا!
كوشيرو، لطالما بحثت عن ملامح لوجهي. أنيسة أوبورو، لم تأكلي شيئا منذ الصباح. ما رأيك في هذه الحلوى؟ صنعتها بنفسي. أشكرك. مذاقها رائع، لكنها ليست كالحلوى التي تصنعينها. ربما أمضيت وقتا طويلا وأنا أتعلم ذلك. مسكينة جدتي، تجلس ساعات أمام الفرن وهي تعلمني. هناك ثمن لكل شيء. آنستي، عندما تنتهي المعركة سأطلب إليك أن تعلميني. اجلسي. أبي وأمي رحلا وأنا طفلة. ما من أحد اهتم بي في القرية غيرك. أنا مدينة لك جدا. وأنا أيضا رحل عني والدي بسبب الحرب. تشغلين بالي. لو كان الأمر بيدي لما قبلت مجيئك. آنستي، آسفة، لما هذه الحرب؟ لما علينا مواجهة جنود من جداني؟ لم أعثر على إجابة مقنعة. وأنا مثلك، أكره الحرب، لكني... سيد كينوسكي، ألم تغير رأيك؟ لن أغيره. لن تحارب؟ لم يأمرنا جدك بأن نخرج للتنزه سيدي، اعذرني على جرأتي. تذكري أنني القائد هنا.
أرجوك سيدي، أنت تدفعنا إلى عصيان أوامرك. لن نثبت أننا أقوياء من دون الحرب. سأذهب وحدي إلى القلعة. اتبعي يا كاجيرو. السؤال الأهم متى نلجأ إلى القوة؟ نحن لسنا كالوحوش، ولكننا أشرس منها إن هجمنا. حقنا أن ندافع، لن نقول للمعتدي تفضل واقتلنا. أرجوك يا آنسة، لم يبق لي سواك، لا تغضبي مما سأفعل. على مقاتل الشينوبي أن يكون شديد الحذر. غفلت لحظة وها أنت لا تدفع الثمن. الوهم سلاحي، كيف خدعت بذلك الظل الكاذب؟ جبان طعنة نادرة كما فعلت تماما. ألم تطعن ظلي من الظهر؟ جينوسكي قائد مجموعة مانجيداني، يسرني أن أواجهك الآن. اسمعني جيدا، أعرف السبب الذي يمنعك من قتال جنود مانجيداني، هي تلك الفتاة. كن حذرا، إنها حفيدة ألد أعدائنا وقائد مجموعتهم. لا أظن أنك قد نسيت ذلك، ربما تمكنت من خداع الجميع، أما أنا فلن تخدعني. حديثك عن سخافة حروبنا ما هي إلا مراوغة تريد منها الحفاظ على حياة أوبورو. كاجيرو، لست كاذبا، وما قلته لكم لم يكن مراوغة. لا أنكر أنني قررت أن أخطب أوبورو، بل يسعدني أن تكون فتاة مثلها زوجة لي، فهي تكره الحرب وتؤمن بأن القوة يجب ألا نلجأ إليها إلا للدفاع عن النفس. أي عيب في أن نلتقي ونعود أهلا وقبيلة واحدة. في قريتنا أطفال يحلمون بمستقبل أجمل، وأطفالهم يرتجفون خوفا كلما سمعوا عن الحرب. سيدي جينوسكي،
كنت مثالي الأعلى وستبقى كذلك. ما الذي قلته؟ كدت تخدعني. أنا مانجي داني وسأبقى كما عشت. أغلب الظن أن الجنود العشرة قد صاروا بعيدين جدا. لم يبقى في القريتين إلا الجنود العاديون. ما رأيك سيدي الوزير؟ هانزو، تعلم ما عليك فعله. أعدك بأنباء مفرحة. هدفنا أن نبقيهم أعداء متفرقين مهما كان الثمن. روبي، جرح كتفي ليس عميقا. لماذا أنت؟ ما الذي دفع جدتي إلى اختيارك؟ في القرية رجال أقوى منك. لماذا يا جدتي؟ هتروا بي؟ ليس غريبا، كانت تعرفها. اختارتها جدتك لأنها تعلم مكانتك عندها. كانت على حق، وها هي ذي النتيجة أمامك أيتها الزعيمة. اطمئني، في كل معركة هناك شخص مثل هذه الفتاة، هدفه حماية القائدة حتى لو دفع حياته ثمنا لمهمته. يكفي. أنيسة أوبورو، فلنتابع الطريق. Thank you.
ينتظرني. أخشى أن تبرد جثتها. كوخ الجبل عند منتصف ليل هذا اليوم. رسالة تركها تينزن في طريقنا، يطلب أن يراني وحدي. تينزن، سمعت أنه يستطيع خداع أذكى المنافسين، أنصحك ألا تذهب إليه. اطمئني، ابقي هنا. الزعيم الجديد لقبيلة مانجيداني، جئت وحدك كما طلبت إليك. ماذا تريد؟ اثنان من كل جانب. كانت المعركة صعبة ومتكافئة. أنا لم أخرج للقتال. جينوسكي حفيد دانجو، اسمعني. أصدق بأنك تكره الحروب وخرجت بسؤال إلى القلعة. اسمح لي. أنا سأجيب عن سؤالك الصعب. لا يخبروك بحقيقة الأمر. لنعود الآن إلى الماضي. فمن قبائل الشينوبي؟ أناس امتهنوا القتال، هذا عملهم، أدوات في أيادي الأباطرة. قتلة مأجورون، سلاح لتصفية حساباتهم. هكذا كنا في الماضي.
أما الآن فقد حل الأمن في البلاد. غادرون، يريدون التخلص منا. تمكنوا من خداع زعيمتنا. ما قالوه عن ممثل قبائل الشينوبي كذبة رخيصة. هدفهم أن نموت لأننا خطر عليهم. أتفهمني؟ يخشون أن نتحول إلى سيف في يد إمبراطور آخر، كما كنا سيفا في غمد هذا الإمبراطور. ولكن لا، الشينوبي لا يموت بفخ سخيف. وإن كان لابد من الموت فليكن في مواجهة تناسب سمعتنا. ما رأيك جينوسكي؟ لم نخلق لنعيش كالمجرمين. الآن فهمت قصدك أيها الشاب. أنت خائف من مواجهتي. اسمع، تذكرني بزعيمتنا، شابة ظننت أنها لا تستحق إرث جدتها، لكنها أثبتت خلاف ما أظن. قتلت واحدا منكم بنظرتها المدمرة. أعلم كل شيء. لم تعد أبورو تلك الفتاة التي طلبت يدها. ارتكبت خطأ قاتلا عندما غادرت قريتك. ما الذي تقصده؟ خرج جيش الإمبراطور من القلعة، سيهاجمون قريتنا في صباح الغد. اذهب إلى قلعة سامبو إن أردت، ولكن ليكن في علمك أنك لن تجد وطنك عندما تعود. فيه رائحة خيانة. صحيح، وأنا الذي ساعدتهم. أعطيتهم خريطة مفصلة ليصلوا إلى قريتنا بسهولة. انتهى وقتنا. عار علينا أن نعيش في زمن يسوده الهدوء. قيمتنا أن نعيش في الحرب أو أن نموت فيها. حتى صغارنا يجب أن يرحلوا معنا. لا قيمة لنا في هذا الزمن. لكنني لن أموت بيد واحد منهم. لا، لن أموت. جينوسكي، ما أعندك؟ حتى هذه الخدعة لم تنطلي عليك. صعب علي أن أواجه قويا مثلك. حاولت إقناعك بخديعتي، ولكنك مصر على توفير حياة أفضل من الحياة التي ورثناها.
مجنون أنت. الفتاة التي تنفث السم كالأفعى، يسرني أن ألقاك. ليس غريبا أن تبقي حتى هذا الوقت المتأخر. لا أستحق البقاء إن تجنبت مواجهتك. أحترم جرأتك الكبيرة، لكنك ستموتين. اعذريني يا آنسة، لم تكوني هدفا لي. حذرتك من مواجهتي، دافعت عن نفسي، ولكني لم أفلح. قتلتني قبل أن أهاجم. سمك داخل جسدي. كاغيرو، كاغيرو، you
لماذا؟ أما كان لديك حل آخر؟ أردت الحفاظ على الآخرين. لن يطمئن الإمبراطور إلا إذا رحل أقوياء الشينوبي. أن نرحل نحن خير من موت الجميع. اعلم أن حيلتهم لم تنطلي علي. أرجوك ساعدني ليعيش أهلنا. تعالي. دمي آخر ما يراق في بلادنا. أرجوك يا أمورو. سيدي إمبراطور البلاد، وصلت أوبورو إلى القلعة ويبدو أنها مصرة على لقائك. لا بأس أيها الوزير، لا أرى سببا يمنعني من لقائها. هيا أدخلوها. أرجوك سيدي، تلك الفتاة خطيرة جدا وأنت تعلم كل شيء.
الزعيمة الجديدة أوبورو، هل هذا صحيح؟ صحيح سيدي قائد الجيش. علمنا بما حدث معكم، لقد أبليت بلاء حسنا، قاتلت قتالا شرسا حتى وصلت إلى هنا. قدمي تقريرك أولا. كنا 5 مقاتلين عندما غادرنا قرية كاغوري. ياشامارو سقط في جبال الصنوبر، مينو رحل بالقرب من غابة الشمال، تنزن مات على قمة جبل الكوغ، هوتاروبي ماتت في قرية إنجارين، ومن قبيلة مانجيداني خرج 5 مقاتلين أيضا. مورغا قتل على ضفة نهر الصخور، سايمون مات في قرية إنجارين، كوشيرو كان سقوطه بالقرب من القرية نفسها، أما كاغيرو فماتت إلى جانب مقاتلين تنزن، وآخرهم جينوسكي مات في صحراء الجنوب. ولم يبقى سواي أنا زعيمة كاغوري، وها أنا ذي الآن أمامك. سيدي لي عندك طلب، وأرجو ألا تردني خائبة. طلب؟ مجنونة، لا ترفعي رأسك. اتركها. ما طلبك يا أبورو؟ أطلب سلامة أهلي أرجوك، وسلامة الناس في منجداني. سيدي الإمبراطور، لا ذنب لأطفال الشينوبي ونسائهم فيما كان يحدث في الماضي. رحل من كانوا يصرون على القتال، ولم يبق في القريتين سوى الأبرياء. أرجوك سيدي الإمبراطور، مدافعكم تدك أكواخا ما فيها إلا فلاحون بسطاء. أرجوك سيدي الإمبراطور، أرجوك دعهم يعيشون آمنين. أصغي إلي جيدا. لا أمن في البلاد ما دام هناك الخطر. واجب أن أحمي السكان من كل شخص يملك سلاحا ولا أسيطر عليه. لا أشك في أنك تفهمين ما أعنيه. صعب علي أن أصدر حكما بإيقاف الهجوم وأقوى أقوياء الشنوب لا يزال طليقا. عيناك يا أبورو، حتى مدافع الإمبراطورية لن تفعل شيئا في مواجهتها، وها أنت ذي الآن أمامي. يمكنك قتلي بنظرة واحدة، فماذا أقول للناس إن سئلت عن قراري؟ فكري في الأمر مرة ثانية، وحاول إقناعي بالموافقة على طلبك. أبورو، سيدي هذا كل ما أستطيع فعله. ارفعوا الستارة.
أبورو، ارفعي رأسك. وهكذا أصدر الإمبراطور أمرا بإيقاف غزو القريتين. الشينوبي قبائل عاشت زمنا طويلا من الحروب الطاحنة، أناس لم يعرفوا شيئا عن الحياة الآمنة حتى ظهرت أوبورو وجينوسكي، شاب وفتاة تمكنا من نسيان صفحات الماضي، ولكن كان الثمن باهظا جدا جدا.
انت الان ما اسجوني سلا شتا شتا منوى تدا امالني كيناي سكتا كوى اكيدت نميتا افرولتا あなたを探し当てて時に自分を見失って やがて見つけ合って